السلام عليكم ورحمة الله. السيد قاسم جدوري جلالي، رئيس جمعية الأطلس لأرباب الحانات والمطاعم والملاهي الليلية والتجار المواد الغذائية مع بيع الكحول بجهة الدار البيضاء. احنا الحمد لله هاد الوباء اللي سلط الله على هاد العالم، احنا حاولنا باش الدولة ديالنا تقضي على هاد الوباء تدريجيا، ونجحنا في الاول، ولحد الان احنا مازال غاديين كنواكبوا هاد المرحله ديال هاد الوباء باش نقضيو عليه، وحنا مستعدين لجميع الشروط اللي كتوجب علينا السلطه نعملوهم، احنا راضين به. غير هويا هاد الوباء اللي جا اللي هويا كوفيد 19 فيروس كورونا، جعل واحد ضيق كبير للتجار لهذا القطاع او غير هذا القطاع، منهم اصحاب المحلات التجاريه وكذلك العمال الذين يعانون واحد المعاناه، واحد المعاناه الانسان ما كيقدرش يتصورها، لانه الضرر الوحيد اللي كاين في هاد كوفيد 19 فيروس كورونا، وهو التشرد ديال هاد العمال ديال هاد القطاع. هاد القطاع العمال ديالو تشردوا بما فيهم اصحاب الحانات والملاهي الليليه، حتى اصحاب المطاعم كذلك. ولهذا احنا عملنا عده رسائل لرئيس الحكومه وكذلك السيد وزير الداخليه ووزير الصحه، وزير الشغل، وزير الاقتصاد والماليه، ووالي جهه الدار البيضاء، على اساس بانه يشوفوا بواحد العين ديال الرحمه ديال هاد الناس اللي همايا متضررين. ومنهم كان ناشد السلطه باش تحاول تشوف غير اقتصاديا وكذلك من المعاناه ديال هاد العمال ديال الحانات والملاهي الليليه والمطاعم. الحانات والملاهي الليليه كيعانيوا واحد المعاناه، لانهم تقريبا هذه 6 شهور وهما جالسين وسادين المحلات ديالهم، وما كاينش حتى اللي دخل عليهم حتى قبطه ديال النعناع هاد العمال هادو. وهاد العيد الكبير اللي كان جا هو عيد الاضحى، الناس باعت حويجها، باعت التلفزيونات ديالها، باعت ما كتملك من هو في الدار، حتى من اللي عنده الفوطويات وكل شيء وكيباعوهم، واللي عنده السياره مشى باعها. انا كنعرف ناس باعوا السيارات ديالهم، منهم اصحاب المقاهي الحانات باعوا السيارات ديالهم. دابا راه ما كيعاني واحد المعاناه، الله يلطف بهم، لانه ما بقاش فين غيزيدوا لقدام. الناس دابا ولاو يبغيو محلات ديالهم مسدودين، وما كاينش اللي غيشري من عندهم، باغيين يبيعوهم، كلشي باغي يبيع. التجار، جميع التجار ديال هاد القطاع هذا باغيين يبيعوا، ولكن ما كاينش اللي بقى باغي يشري يستثمر في هاد القطاع. وحنا اول مره استثمرنا، الناس خسرت فلوس، ومن تجهيزات ومن المحلات التجاريه شراتهم لي فون دو كوميرس، وكاين اللي شرا دي فون ايمور بواحد الثمن باهظ، ولكن دابا صباح الله كريم. علاش؟ لانه هاد مرض كورونا هو السبب ديال هاد المشكل اللي كيتخبط فيه جميع اصحاب التجار
التجار الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وكذلك العمال. أنا كنشوف من ناحية أخرى لأنه هاد العمال مساكن ما بقاش عندهم حتى باش يدخل دابا ولده المدرسة، ها هو دابا الموسم الدراسي، ها هو دابا جاي على الأبواب ما عندوش، يعني ولادهم غادي يبقوا بلا قراية هاد السنة هذه، ما كاينش اللي غادي يعطيهم. دابا كنناشدوا الدولة باش تحاول تعطيهم واحد الفرصة، واحد الفرصة اللي هي يفتحوا المحلات ديالهم جزئيا ويحتفظوا بالشروط الصحية، الشروط الصحية من جميع منافذها اللي كتفرض عليهم السلطة من ناحية ديال الصحة يوفروها، غير هو تحل لهم واحد الباب بغينا يسترزقوا. ولو هاد الحانات تعطيهم غير جزء من الوقت ديال من الافتتاح الاغلاق كالمطاعم، يستبدوا تا هما شويه، والملاهي تا هما الملاهي الليليه راه الناس كتبيع في المحلات ديالها، وما كاينش اللي بقى كيشري شي محل دابا اللي فيه هاد المواد الكحوليه في المغرب نهائيا، اللي يعني لي زانفيستيسمون كي كونسير سو بروجي ما بقاش خدام، حتى الناس دوك الاجانب اللي كانوا كيجيو برا الطيارات وداك الشيء كوايا كل شيء مسدود ما كاينش، واستثمار داخلي ما كاينش في هذا القطاع. الناس كتحاول دابا باش تليكيدي هاد المحلات ديالهم، ولكن ما كاينش اللي غادي يشري من عندهم. كنطلبوا من السلطه باش تعاوننا وتعاون هاد الخدامه، تشوف غير من هاد الخدامه هاد الناس المساكن اللي تكرفصوا غير في هاد العيد الكبير، وها هو كاين الموسم الدراسي اللي غادي يتكرفصوا فيه اكثر، ما كاينش اللي غادي عنده باش يقري ولادو، يعني غير باش يخلص عليهم الموسم الدراسي ما كاينش، يعني ولادهم غادي يصبحوا عاجزين عن الدراسه. نعم سيدي، والمطالب ديالنا حنايا لهذا القطاع كنطالبوا السلطه باش تشوف بواحد العين عين اللي هي مزيانه لهاد الناس وللعمال وكذلك لأرباب لهاد المحلات التجاريه باش تعطينا واحد باش نفتحوا المحلات ديالنا من وقت الى وقت بشروط الصحه اللي كتدبرها الدوله واللي كتطلبها الدوله، حنا موافقين عليها، غير يفتحوا المحلات ديالهم هاد الناس، غير على الاقل غير يشوفوا الضوء، غير باش يقيدوا ولادهم المدرسه، وباش غير ياكلوا هما، راه ما لقاوش حتى ما ياكلوا هاد الناس هادو. انا كنناشدوا السلطه باش تشوف بواحد العين اللي هي تكون صالحه لهذا القطاع هذا باش يزيد لقدام. انا كيبان لي هذا القطاع راه تاخر وغير كيزيد يتاخر وراف تاخر، وراه حتى الناس ما بقاتش كتشجع هذا القطاع هذا، هذا قطاع سياحي من ناحيه السياحه ومن ناحيه ديال البطاله كيعاونوا البطاله، ما بقاتش تقريبا واحد الجزء اللي هو ممتاز بزاف من نقص ديال البطاله، لانه حنا تقريبا هاد الناس ارباب هاد المحلات كيخدموا هاد الناس اللي همايا ما تقبلهمش الدوله، ما غاداش تقبل هاد الناس اللي غاديين يخدموا عندها لانهم ما قارينش، حنا كنقبلوهم وكنخدموهم عندنا، وهاد الخدام هذا اللي كنقبلوه راه عنده عائله، عنده وليدات وكل شيء وخدام بالمساعده ديالنا حنا، وحنا كنطلبوا حنا المساعده ديال الدوله، مادام كنساعدوا تقليص ديال البطاله حتى الدوله حتى هي خاصها تساعدنا، راه ما ساعدتناش الدوله فهاد كوفيد 19، اصحاب المحلات ما استفدوا حتى شي حاجه، استفدوا غير من الضرائب، غير حلينا بداو الضرائب كيجيو، وكاين اللي سادوا جاو الضرائب سادين وجاو الضرائب، منين غادي يخلص هاد الضريبه هذا السيد ساد المحل ديالو، كلهم الضرائب بداو كيجيو، ومول الكرا كذلك حتى هويا مول الكرا كيرفع دابا دعوه
ضد مول المحل التجاري اللي هو كاريه من عنده، لانه ما خلصوش وما عندوش باش يخلصوا، وربما غادي تحكم عليه بالافراغ. وشكون اللي كيستافد من هذا الافراغ؟ هذا مول المحل الملك هو اللي غيستافد. وشكون الضيع؟ الضائع هو صاحب المحل التجاري اللي مسدود ليه المحل هذه 6 شهور، هو مسدود ليه المحل وكيعاني وكيقول اليوم غدا نحل، بعد غدا نحل، بعد غدا نحل، ولكني ما كاين والو، ما سمعنا والو. كل نهار كنتمناو باش 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 الدوله تشوف بواحد العين اعتبار تطابرنا شويه، رحنا معاونين معاها، مخدمين ليها الخدامه، ناقصين ليها اللي كنخلصوا الضرائب، الضرائب اللي كنخلصوا حنا باهظه باهظه، الضرائب اللي كنخلصوا غير تاكس لا ليسونس، داك الاخراني كيخلص، داك اللي ما كيخلص والو كيخلص 50,000 درهم داك الاخراني، والناس كتخلص كاين اللي كيخلص 20 مليون ديال تاكس لا ليسونس. ها هما كاينين هنا نوريهم لك، انا اللي بغيت نعطيهم لك نحسبهم لك كاملين. طلع الاقتصاد ديال البلاد، والقضيه ديال الاقتصاد ديال البلاد كذلك، هذا القطاع راه مطلع الاقتصاد ديال البلاد من ناحيه الضرائب. حنا القطاع الوحيد اللي كيخلص الضرائب ديالو في الوقت ديالها، وكنقول لك بانه الضريبه الا ما خلصتيش الطاكس لا ليسونس كل عام غير فات الوقت ديالك، هذاك البيرسيبتور كيصيفط البوليس وكيسدوا لك المحل. يعني انت مضطر باش تمشي تخلص داك لا ليسونس، يعني مول المحل التجاري مضطر باش يمشي يخلص جميع الضرائب اللي كتثبت عليه. علاش؟ لانه كيخاف على المحل ديالو. وكاين قطاعات اخرين ما مسوقينش للضرائب، حنا الوحيدين اللي متشبتين بالضريبه كنخلصوها في وقتها، ولو نقصوا من عندنا نخلصوا الضريبه. علاش؟ اقتصاد ديال الوطن. وكنعاونوا الدوله بهذا الاقتصاد ديال الوطن من ناحيه الضرائب، وكنعاونوها من تقليص ديال البطاله بالخدامه، وكنعاونوها كذلك من ناحيه ديال السياحه. حنا اي سائح جا لهنايا المغرب والا كنفرحوا به، وكنديروا امتيازات كبيره، وكنوريوه بانه الكرام ديال البلاد المغرب بانه كيمتاز بواحد الكرام. وملي كيمشي السائح كيمشي لبلادو كيبدا يعود على المغرب غير الحسنات، لانه حنا كنساهموا بهذا جميع اقتصاد ديال الوطن كنساهموا به. وفي الاخير كنناشدوا الدوله باش تشوف بنا واحد العين الاعتبار، وكنطلبوا كذلك الشفاء لصاحب جلاله الملك نصره الله. والسلام عليكم ورحمه الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.